في أواخر الثمانينات في راجل اسمه فرانشيسكو شيريلو، ده راجل إيطالي اخترع تقنية لإنجاز المهام اسمها بومودورو. بومودورو تكنيك. بومودورو تكنيك يعني، أو بومودورو يعني طماطماية. الراجل ده شاف زي ما احنا بنشوف إن لما بتيجي تقعد على تاسك لمدة طويلة، ساعة ونص، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، أنت قاعد مش على بعضك، مخنوق مدة طويلة دايما، وأنت بتبدأ بتفكر في الساعة ونص، بتفكر في الساعتين، بتفكر في ال3 ساعات، فما بتقدرش تنجز بسرعة. فهو اخترع التكنيك ده على أساس الآتي، إنك بتقسم التاسك بتاعتك ل بومودوروز. بومودوروز يعني كذا طماطماية. الطماطماية الواحدة 25 دقيقة، بعد ال25 دقيقة بتاخد 5 دقايق بريك، 25 دقيقة، 5 دقايق بريك، 25 دقيقة، 5 دقايق بريك. كل 4 بومودورو بتاخد 30 دقيقة بريك، فترة طويلة. لقى ان الطريقة دي بتنجز معاك، تلاقي نفسك ممكن تقعد تذاكر ساعة، تذاكر 100 دقيقة اللي هما 25 في 4، من غير ما تحس بأي تعب، من غير ما تحس بأي زهق، لأنك بتنجز أو مركز قوي في 25 دقيقة، فهي فترة قصيرة، فما بتحسش بالتقل بتاع ساعة ونص مذاكرة وساعتين مذاكرة، أو ساعة ونص قاعد ببرمج، أو ساعة ونص قاعد بصمم. الطريقة دي تشتغل كويس جدا مع المصممين، مع الكتاب المؤلفين، مع الرسامين، مع الطلبة طبعا بالأساس في المذاكرة، مع التاسكس العادية بتاعت الشغل. لو عندك تاسكات مختلفة ترتبها ب 25 دقيقة، 25 دقيقة، 25 دقيقة، وهكذا. فهي طريقة حلوة جدا، بتحسسك بالإنجاز، ومع كل بومودورو بتخلص فيها وتلاقي الشغل بتاعك دان، بتحس بإنجاز كبير. إزاي طيب نعمل البومودورو دي؟ أول حاجة بتختار المكان اللي هتذاكر فيه أو اللي هتشتغل فيه، يكون مكان هادي ومكان تقدر تركز فيه. بتبتدي تحدد التاسك بتاعتك، يعني مثلا هذاكر مادة كذا، أو مطلوب مني أخلص الملزمة دي، أو مطلوب مني أخلص التاسك دي، أو مطلوب مني أبرمج بيج معينة، أو مطلوب مني تصميم معين. يبقى هعمل إيه؟ هقول التصميم ده ممكن يحتاج مثلا حوالي ساعة ونص، يبقى محتاج كام بومودورو؟ 6 بومودورو مثلا، أو محتاج 100 دقيقة مثلا منك، يبقى أنا هحتاج كام؟ 4 بومودورو. يبقى أنا محتاج قد إيه وقت؟ 100 دقيقة بتوع ال4 بومودوروز زائد 15 دقيقة اللي هم 5 دقايق، 5 دقايق، 5 دقايق، وآخر بريك هيبقى نص ساعة اللي هم 3. يبقى 100 دقيقة زائد 45 دقيقة الفترة اللي انت هتشتغل فيها على التاسك بتاعتك. طيب لو انا محتاجهم ساعتين برضو شغال، هتحسب نفس القصة، 5 5، وبعدين تاخد نص، بعد كده 5 5 5، بعدين نص. المهم ان البومودورو تكنيك عموما هو تكنيك مرن جدا، يعني انت ممكن 25 دقيقة دول تخليهم 20، ممكن تخليهم ساعة، ممكن تخليهم ساعتين، براحتك. المهم ان انت يبقى عندك البومودورو بتساوي قيمة معينة من الوقت، وبتاخد نسبة من القيمة دي تخليها هي البريك، وفي الاخر بتزود طبعا عدد او كمية مناسبة من الوقت للبريك الاخير بعد كل 4. هتشوف انت محتاج كام بومودورو، وهتعمل في كل بومودورو ايه، وفي الاخر خالص بتخلص التاسك بتاعتك. المهم ان البومودورو عموما، حاول انت عموما ما تذاكرش او ما تشتغلش بومودورو اكتر من 4 ساعات في اليوم، يعني ما تديش اكتر من 4 ساعات، لانك مش هتقدر تدي فوكس اكتر من كده. المهم انك تركز في ال25 دقيقة، ال25 دقيقة دول بتوع الطماطماية، مش بتوع حد تاني. تركز مع الطماطماية في 25 دقيقة، مركز في التاسك بتاعتك، مفيش فيسبوك، مفيش موبايل، مفيش حاجة بتشربها، مفيش اي حاجة، انت مركز في 25 دقيقة دول. عندك بقى بريك ال5 دقايق ده، اعمل فيه اللي انت عايزه، كان في تليفون، ادخل بسرعة على الفيسبوك، شوف هتعمل ايه، حاول قدر المستطاع تعمل حاجات تكون تنشطك شوية، شوية موتيفيشن، شوية رياضة، تشرب حاجة، تاكل حاجة بتاع، وهكذا. جربوا الطريقة دي عن تجربة، أنا جربتها في ما جربتهاش طبعا أيام دراستي، لو كنت أعرف الطريقة دي أيام الدراسة كانت فرقت معايا كتير جدا، بس في الدبلومة بعد ما خلصت الجامعة وعملت الدبلومة جربت الطريقة دي، وفعلا فرقت معايا جدا، إنجاز رهيب. بتحس ما بتحسش بالوقت، ممكن تذاكر ساعة ونص وساعتين و3 ساعات وما تحسش بالوقت. طبعا في طرق كتيرة جدا ممكن تطبق بيها التكنيك ده، اولها انك تظبط المنبه بتاعك مثلا بتاع الموبايل او اي منبه عندك على 25 دقيقة، وبعد كده تظبطه على 5 دقايق بريك، او انك تنزل ابلكيشن زي ده. ده ابلكيشن اسمه كلير فوكس. كلير فوكس ده لو انت على بلاي ستور كتبت بومودورو هيطلع لك كذا ابلكيشن، منهم كلير فوكس وابلكيشنز تانية، اختار منها المناسب ليك. يعني الابلكيشن بتبقى فكرته ان هو بتفتح مثلا السيتنجز بتاعته، بتظبط بقى، تشوف انت عايز مثلا 25 دقيقة، او البومودورو الواحدة عايزها قد ايه، 25 دقيقة، ولا عايز تكترها ولا تقللها، ولا زي ما انت حابب، يعني خليها زي ما انت تكون عايز. انا مثلا بحب 25، فهخليني عليها. عندك البريك
برضو هنا ممكن تخليه 5 minutes او اكتر. اللونج بريك تخليها قد ايه مثلا؟ برضو نفس القصة عندك ال انت هتشتغل قد ايه بقى، وهكذا. في بقى حاجات كتير زي ان انت مثلا تقفل الابليكيشنز اللي بتعمل لك ازعاج. الابليكيشن ده حلو جدا، ده اللي انا بستخدمه يعني، كلير فوكس، وبيكون ظريف لان هو بسيط في استخدامه يعني، ما فيهوش عقد او كده. وفي بقى ويب سايتس للقصه يعني، بومودورو تكنيك ده سرشوا عليه واستمتعوا لان في حاجات كتيره جدا فيه ظريفه يعني. سلام عليكم.